سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل الإشعارات عند تسجيل الخروج. على تطبيقكم ميسنجر نقوم بالضغط هنا على تطبيق ميسنجر، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات والأصوات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات عند تسجيل الخروج. وهكذا نكون قد قمنا بتفعيل الإشعارات عند تسجيل الخروج، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.